أنا أعتقد خلاصة عمل المجلس يتكون في هذه التقارير اللي أمامنا، وجدا مهم بحيث أن نخلص في النهاية إلى حقيقة الأداء الحكومي في كل وزارة من الوزارات من خلال التوصيات والملاحظات. ولكن للأسف الشديد ذيك المرة أنا قلت ملاحظات بعض الوزراء أزعلوا، اليوم كيف يعرفون الوزراء أداء الجهات اللي تابعة للوزير؟ من خلال التقارير، حسابات الختامية والميزانيات. ما في اهتمام من الأخوة الوزراء واضح، لا مبالاة من الأخوة النواب من البعض، هم كذلك بعض النواب زعلوا كذلك واضح، لا يقرون التقارير، لا يقرون التوصيات، ولا يحضرون الجلسة. وبالتالي نقول ما في تنمية بالكويت، أداء متدني، ما في إنجاز. أكيد ما في إنجاز، أكيد أداء متدني. إذا هذا حالنا، الوزراء غير مهتمين، فبالتالي أنا أعتقد وحتى الجهات المعنية في الميزانيات ما يحضرون. بالسابق كانوا يحضرون يسمعون ملاحظات النواب، ملاحظات اللجنة، ملاحظات التوصيات الكذا. الآن كلش يعني ما حد مهتم، لا مبالاة واضحة. الجهود وخلاصة عمل المجلس واللجنة فيها اليومين ما حد مهتم. فأنا ما أدري شلون راح يكون هناك أداء في هذا الجانب.